ليرصد لنا الأجواء من هناك. أهلا بك محمد، إن كنت في الاستماع. أهلا بك محمد. إذا هدف مبكر من الاتحاد في الدقيقة الثانية عن طريق اللعب بالأحول، كيف كان تفاعل الجماهير وأنصار المكره؟ أهلا، تحية مجددة لك ابتسام ولكل مشاهدينا متتبعي قناة النهار في هذا النقل والتغطية المتواصلة والنقل المباشر من قلب ولاية ومدينة بلعباس التي تعيش على وقع نهائي كأس الجمهورية. تفاؤل العباسيين وثقتهم الكبيرة في فريق اتحاد بلعباس كان في محله في هذه المواجهة على الأقل في شوطها الأول، بداية خيالية وأحسن سيناريو يمكن لاتحاد بلعباس أن يدخله في هذه المواجهة. هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طارق بلحول أنعش حظوظ البلعباسيين في الكأس الثانية في تاريخهم بعد 27 عاما كاملا عن أول تتويج وأول لقب وأول كأس للجمهورية لصالح المكرة ومعشوقة العقارب. كما قلت ابتسام، أجواء كبيرة وكبيرة جدا، ساحة الشهداء أو ساحة أول نوفمبر بقلب بلعباس مكتظة عن آخرها بعد نصب شاشة عملاقة حتى يتسنى للأنصار الذين لم تسمح لهم الفرصة للتنقل إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي ومساندة المكرة في موقعة نهائي كأس الجمهورية. تجمع كلهم هنا جنبا إلى جنب، أطفال كبار، رجال كبار، شيوخ عائلات وحتى نساء كنا حاضرات في هذه الساحة لمتابعة المواجهة في أجواء حماسية، أجواء فرحة. وكما قلت، الفرحة انطلقت منذ الدقيقة الثانية بعد هدف بلحول الذي أطلق العنان لأفراح البلعباسيين في هذا النهائي الحلم والنهائي المثير والمثير جدا. ابتسام، يحضر معي هنا مجموعة من الأنصار كلهم ينتظرون التدخل. نبدأ بالأكبر، راح تتفضلوا واحد بواحد. نبدأ بالأكبر، هذا بداية يعني أحسن بداية. الله يبارك، فرحونا سيتين ايكول دو فوتبول، خلعنا كاع فيهم خي لا تكتيك ولا تكنيك، الله يعطيهم الصحة. والدوزيام ميطون ان شاء الله نزيدوا الزواج، واش تقول يا ولدي انت؟ نربحوا 2-0. كما قلت ابتسام، بداية أسطورية لفريق اتحاد بلعباس وأحسن سيناريو يمكن لأي فريق أن يبدأ في نهائي. نعرف أن النهائي سيكون مغلق، يلعب على جزئيات صغيرة، يلعب على الكرات الثابتة، يلعب على ربما الكرات المرتدة. هدف مبكر سيساعد كثيرا المكرة في هذا النهائي على أمل أن تحافظ على النتيجة. نحن على أمل، لأنني في ولاية بلعباس، هذا طبيعي على أمل، أقول على أمل، لكن أتمنى الحظ للفريقين، حتى شبيبة القبائل وفريق عريق، وأتمنى له كل الحظ في هذه المواجهة ليكون الفوز والكأسة تزف لمن يكون أحسن ومن يثبت جدارته واستحقاقه بهذا اللقب العزيز. مناصر آخر سيريد التدخل معي. بداية ولا في الأحلام لصالح بداية ولا في الأحلام، والأفراح راها متواصلة وفرحونا، وراهم يلعبوا غاية وراهم يدوروا غاية إن شاء الله. دوزيام ميطون مازال إن شاء الله، نزيدوا نشوفوا مقابلة جميلة في القمة إن شاء الله، ونزيدوا إن شاء الله مركز زوج واحد آخرين إن شاء الله. كما تفاعلت بثلاثة متوقعها إن شاء الله ثلاثة، ورانا فرحين ورا الفرحة راها تدوم. مازال رانا نشوف احنا جماهير. افسح المجال، افسح المجال حتى نشاهد في الصورة الجماهير. افتح المجال، افسح المجال من فضلك، افسح. كما تشاهدي ابتسام، كما يشاهد متابعينا مشاهدي قناة النهار، الساحة الشهداء أو أول نوفمبر مكتظة عن آخرها، وأكد وأقول مكتظة عن آخرها. أجواء جميلة رغم تساقط الكثيف للأمطار منذ دقائق، إلى أن ولا أحد غادر الساحة ليذهب إلى مزيد متابعة المباراة. الكل اصطفى هنا والكل متواجد هنا لمتابعة المواجهة. مناصر آخر يلح على التدخل. بداية ولا في الأحلام، بداية أسطورية. والله نحن فخورين بهذا المنتخب، وتحية كبيرة لأخويا بلحول، والله شرفنا كاع، نحن جد فخورين، وإن شاء الله نفرحوا كاع الجزائريين إن شاء الله. مبروك علينا إن شاء الله. هي فرحة، لا نريد أن يفرط أنصار اتحاد بلعباس، لأن هناك شوط، هناك 45 دقيقة كاملة للعب. هو صحيح التفوق بهدف 0 لصالح اتحاد بلعباس، لكن المواجهه لم تنتهي. الحذر وكل الحذر. مناصر اخر. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم نربحوا 2-0 ونفرحوا، تفرح كاع بلعباس ان شاء الله.
يعني بدايه كنت تتوقع هذه البدايه؟ كنت نتوقعها باللي عندنا تشكيله منذ دقيقه ثانيه كان عندنا تشكيله مليحه عليه هذه كنت نتوقعها. الشوط الثاني ان شاء الله نربحوهم ورانا خير منهم ان شاء الله. النتيجه النهائيه؟ النتيجه النهائيه 3-0 3-0 ان شاء الله. ثلاثه اهداف لصفر، هو يعني ربما لا نقول اقول انه حلم مشروع بما ان فريق اتحاد بالعباس تمكن من فتح عدادة تهديف في الدقيقة الثانية بهدف مباغت عن طريق بالأحول. إذا كانت هذه مشاهدينا أجواء ما بين الشوطين، لكن من ولاية سيدي بالعباس أين كان معنا الزميل محمد.